اهلا وسهلا بالشباب. خذ يا ابو قصاي. يوم جديد وحلقه جديده وطير جديد. حياتك الشيش عشان تعرف تربي ريش. مساء الخير يا اخوان، يسعد مساء الجميع ويسعد مساء جميع متابعينا واللي مش متابعينا واللي بيشاهدوا كل حلقاتنا. اهلا وسهلا فيكم. انا بناء على طلب بالتعليقات بدنا نشرح لكم عن الشيخ شلي. يا اخوان اذكروا الله وصلوا على النبي. اللهم صل وسلم. الشيخ شلي، اول شيء تصنيف الشيخ شلي من طيور حمام الزينه. تصنيف الشيخ شلي طير من حمام الزينه. اغلب حمام الزينه طلعت من تركيا وبلاد الشام اللي هي سوريا، اشتغلوا عليها الاتراك بعدين بلاد الشام. يا اخوان الشيخ شلي بالاساس، خلينا نحكي شوي بتاريخ الشيخ شلي. الشيخ شلي بالاساس ما اجى مقرفل وما اجى مخدم، يعني شيل الخدود هذول. هذا كان اللي هو اسمه شيخ شلي، اللي بيقول لي هذا عراقي. اخواننا العراقيين اللي متابعينا، اذا متابعنا هذا عراقي، اللي بيقول لي هذا عراقي، هذا هسه اسمه عراقي. الزمانات كان العراقي ابو ادم يجي احمر بحبك راسه كامل احمر وبخط ابيض، اللي هم بيقولوا له كانه العراقيه اورفلي، كانه او شيء له اسم عند اهل العراق. مش هذا العراقي، العراقي راسه كامل احمر بخط خط ابيض زنار على راسه، تمام، حمار وعتم، حمار وعتم عتم غامق حتى بكون في سواد. تمام. احنا هسه في الوقت الحالي، خلينا على الوقت الحالي، بالوقت الحالي بنحكي عن هذا عراقي. هسه هذا اساس الشيخ شلي يا اخوان. الشيخ شلي تضرب الشيخ شلي على البربريسي عشان ياخذوا الخد اللي هن الطبع، ياخذوا الاربع طبع اللي بالبربريسي للشيخ شلي. هسه عشان نيجي على مواصفات الشيخ شلي، بعد انك اخوي ابو ادم هسه بخليك تكمل كل اللي عندك. لا انا بدي امسك عن الطير. عشان نوجه ايدي. لا اعطيني الاسود. هسه يا اخوان اذكروا الله وصلوا. الشيخ شلي من طيور الزين. مواصفات الشيخ شلي او شكل الشيخ شلي كنا بنعرفه، ما بدي اقول لك الشيخ شلي بيجي اسود وبيجي احمر وبيجي اصفر. طبعا الشيخ شلي اربع الوان يا اخوان، وكل طير له ميزته. هسه اهم شيء بالشيخ شلي السبعه تكون ثابته، السبعه اللي هي من الراس للبطن شكل سبعه. ليش بنقولها سبعه؟ لانها بشكل سبعه زي البدله، تمام. القرفال، مواصفات الشيخ شلي اللي بالوقت الحالي، القرفال يكون طبش. الطير اذا كان مخدد وكل ما مد الخد بكون اجمل. هاي مواصفات احنا بنعرفها. العين بتيجي برتقالي غامق اقرب للسواد، تمام. يكون اللون اسود كامل، يعني هذا الطير هاي عيبه بالنسبه له. الطير جميل بالصلاه على النبي، بنقدر نقول عنه مسكر، بس هاي عيبه فيه. الكمال لله. لون السروال بيجي ابيض واسود. شوف السروال حتى ماخذ نفس لون القصه. لما بدنا نحكي عن شيخ شلي، المعوال بيجي ابيض. معوال الشيخ شلي ركزوا يا اخوان، لون المنقار ولون الاظفار ابيض. حبت الشيخ شلي صغيره. لما بدك تحكي عن اللون الاسود لازم يكون اللون اسود ميتاليك، القرفال مغطى على المنقار اللي هي الطربوش. اجى منهن اشي بخدود واشي بدون خدود. الشيخ شلي من الطيور الجميله اللي لما تربيها تقطو فوق الدار حلو. طبعا يا اخوان العراقي اللي مش مقرفل اللي احنا هسه بنقول له عراقي اقوى من الشيخ شلي كمخ، يعني الشيخ شلي بتدزه وفي حبات منهن قويه، بس دائما الطيور الزينه بطلع منهن قوي، بس الاغلبيه العظمى شغل فوق الدار، مش شغل انك تدزه وتخالط فيه وتطلع طير موعد. العراقي اللي هو بيد اخوي ابو ادم فرجيهم اياه. العراقيات بشكل عام قويات. طبعا اللي بيخليه قويات اي طير مضرب قوي، هن تضربن على البرابسه اخذ الخدود واخذن الطربوش، بعدين اشتغلوا عليهم طلعوا القرفان. ما كان في قرفان ولا كان في خدود للشيخ شلي الصافي. هسه بوقتنا الحالي لا، الشيخ شلي الصافي بقول لك اللي هو مقرفل وقصته ثابته ومخدد. السروال هاي معلومة أتوقع إنه الكل ما بعرفها، يكون أبيض وأسود مش أسود ولا أبيض.
تمام؟ لون المعوال، معواله متوسط، لون المعوال ابيض، الظفار ابيض. لما بدك تروح تشتري شخشلي انتبه للمعوال. هاي شغلات كثير ناس ما بفطن لها، تمام؟ هذا بالنسبه للشخشلي الاسود. امسك ابو ادم اعطيني. بالنسبه للشخشلي الاسود، الشخشلي الازرق، الازرق هسه بالاضافه للمعوال بدك تركز لمعواله انه ابيض، بدك تركز لظفاره انه ابيض، بدك تنتبه للون الحبك. هاي اللي كثير ناس ما لاحظت انه ما بعرف، ولون يكون المكان لبني بكون اجمل الازرق. بدك تنتبه انه لون الحبك مش احمر، اذا لون الحبك احمر بعيبه، يعني لازم يكون لون الحبك اسود. يعني نحكي شخشلي ازرق لبني مخدد بحبك اسود بدون لطمة، بس سبعة ثابتة، بتحكي بسعر راح يكون سعره مش سهل. بدك تنتبه بالنقطة هاي للشخشلي الأزرق. طبعا الشخاشلة كلها نفس المواصفات، السروال بده يكون لونين، السبعة بدها تكون ثابتة، لون العين بدك تنتبه له أقرب للبني. بدك تنتبه للون المعوال، لون الأظفار. بالنسبة للون الأزرق بدك تنتبه للحبك انه ما يكون احمر، بدك تنتبه انه الحبك اسود، تمام؟ اعطيني بالله الاصفر. بالنسبه للاصفر بعديها نرجع بنقول عنه. بالنسبه للاصفر بدك تنتبه يا اخوان، لون الاصفر، الاصفر احنا بنعرف كل مكان الاصفر اقوى، كل مكان الطير اجمل، تمام؟ هسا الاصفر والاحمر بدك تنتبه لدنار، شايفين الدنار اللي على اطراف اللون الجنح، الدنار هذا بعيبه. يعني لما تلاقي بدك تحكي شخشلي فول كلر بده يكون الديل ما في دنار، ما في الخط الابيض هذا، شايفين الخط الابيض، شايفين بالجنح الخط الابيض، هاي عيبه بالطير. بدك تنتبه انه يكون كله اصفر، تمام؟ طيب لون الاظفار، شوف السرويله ابيض واصفر حسب لون الجسم، والمعوال ابيض. طبعا هاي مميزات للطير، بس انه هذا الطير عيبه في دنار. اعطيني بالله الاحمر يا ابو ادم بعد اذنك يا اخوي. شوف الاحمر اللي عندنا هذا عراقي، تمام؟ شوف الحمار بالصلاه على النبي ما في دنار. هاي مميزه بالطير، من مواصفات الطير الكامل يعني انه يكون ما في دنار. هسه انا عندك العيب اللطمه، حلو، هذا اللي هو اساس الشخشلي. هسه بالنسبه لنا بنحكي عن نوع راقي، والمعوال ابيض، اظفار ابيض، سروال احمر وابيض، حبه متوسطه سبعه، طير جميل. بنتبه للجنح ما في دنار معناته طير مميز. بدي اترككم مع اخوي ابو ادم كمان اذا في عنده اي تعليق اي شيء انا نسيت احكيه. معانا اخوي ابو ادم بتابع معاكم الشهر، واللي مش متابع القناة يتابعها يا اخوان. طبعا كل طير، كل طير بتشوفه حلو في الاجمل والارقى والانظف منه. هسه زي ما تفضل اخوي علي، الشخشلي اساسي اربع الوان. هسه هم اشتغلوا منه البسكوتي، واشتغلوا منه القرقاطي، واشتغلوا منه الموحم. هاي الوان ثانويه مش اساسيه ما بنقدر نرتكزها. القرقاطي شبه انه ثبت، شبه انه ثبت، شخشلي القراقطه شبه انه ثبت. بيجي لون الجسم قرقاطي، في منهم قرقاط بحبك بس اغلبيتهم يعني لحد الان ما ثبت. الخد في القرقاط ما طلعوه نهائيا. الازرق المخدد قليل جدا جدا عندنا، الازرق المخدد قليل جدا. اشتغلوا الشغاشله على عين بيضة طلع جميل جدا لابعد الحدود، واشتغلوا الشغاشله على سرويل خشنه، سرويل بلون ونجفي طلع عندهم شغشلي راقي جدا لابعد الحدود. اشتغل البسكوتي كمان. الشغشلي يا شباب من الحمام اللي انا بتفاجئ انه يعني بتلاقيها بالكوم صراحه، مع انه من طيور الزينه لكن بتلاقيها من حمام العراقي. بغض النظر انه الشغشلي او العراقي كطير زينه يكون بالكوم بثبت جدارته بالعقل وبثبت جدارته بحمل المطار. هو كجثه بتساعد جدا على حمل المطار، كحبه صغير وحبه الصدر ضيق بتساعده كثير بالمطار، وبتساعده كثير ببرمه حلوه ومرتبه. زي ما وصف اخوي ابو قصي، الشخشلي طير زينه تركي، اصوله تركيه، اشتغلوا عليه ببلاد الشام
وازدهر جدا شغله في بلاد الشام، وانتجوا منه حبات جميله جدا. وعندنا هان في الاردن الشغشلي من الحمام المحبوبه، والعراقي من الحمام المحبوبه، زي ما تفضل اخوي علي العراقي القديم كلنا بنعرفه، وما في انسان ما ربى حمام ما بيعرف العراقي القديم. هسه صرنا نحكي عن الشغشلي اللي مش مقرفل العراقي، وصرنا نحكي عن الشغشلي اللي مقرفل هو الشغشلي الاساسي. هاي بذرة تطورت مع الوقت وتطورت مع الزمن لحديت ما صارت الناس تثبت انه الشغشلي لازم يكون قرفيله. هو الشغشلي بالاساس ما كان فيه قرفيله نهائيا، وما كان فيه خد وما كان فيه تاج على راسه نهائيا ولا لابعه قصير. صحيح. كانت الراس تدرب على الفراس مع السبعه مع القبه كامله، كانت القبه كامله ابيض تدرب على الفراس. اللون فول كلر. كان الشغشلي لما تقول اصفر تلاقي الاصفر فيه دامس قريب للاورنج، ولما تقول احمر تقول احمر قريب لحمار المساوين، والاسود كان اسود مثله. كل طير بتضرب بيكسب جماليه وبيخسر جماليه. الطيور هاي لما تضربت خسرت ايش؟ خسرت جماليه اللون، وكسبت جماليه ايش؟ القرفيله والخد. راسه ضربوه على اللهور عشان الذنب. نعم اشتغلوا. هسه الشغشلي ابو ذنب موضوع استثنائي. الشغشلي ابو ذنب بتحط فحل شغشلي على طيره لهوراي او بربريسيه، بتاخذ. اخواننا في لبنان هسه مزدهرين بالشغل على الشغاش للذنب، اشتغلوهن على البرابسه وطلعوا شغاشله بذنب جميلات جدا، وبخد واصل لنص الصدر تقريبا. صحيح. من شغلهن على البرابسه. لكن انا اتوقع انه الشغشلي اللي هو هسه عراقي، انا اتوقع انه بالمطار وبالعقل اقوى، لانه هو لحديت الان محافظ على مواصفات الشغشلي القديم لو جزئيه بسيطه، لكن محافظ على اصوله. هسه كل طير بتضرب تاخذ جماليه وبتخسر جماليه. تاخذ ميزه وبتخسر ميزه. ايوه، تاخذ ميزه العقل على سبيل المثال وبتخسر. يعني دبابنة البواز انا بنظري بجوز اقوى من البواز بشويه. دبابنة البواز اقوى من البواز. دبابنة القراقطه اوعى انا بنظري. يعني انا تقييم من عندي، ما بقدر الزم التقييم هذا بالكل، انا عن تجربه. كل طير بتضربه بتطلع بنتيجه وبتخسر نتيجه، بتطلع بميزه وبتخسر ميزه. الشغاشله لما ضربوهن خسروا الالوان الزاهيه تبعت الشغشلي، بما انهم طيور الزينه لازم يكون الوانه زاهيه. اي طير للزينه يا شباب بكون لونه زاهي، بكون لونه ثابت، بكون لونه مرتب، لانه سبحان اللي خلق وصور. ربنا عز وجل لما يخلق شيء بيخلقه بافضل صوره. افضل صوره. واحنا لما نيجي ندخل العنصر البشري بالتهجين وبالتعديل الوراثي وكذا وبالتضريب، بنتج عنا طير كسبان ميزات وخسران ميزات. انا ضد التضريب بكل شيء طبعا، الا بذر الكش، يعني بالبذر اللي بتعتمد عليها بالمطار. يعني انا من ناحيه يعني الطير المضرب للمطار، يعني البلجيكي افضل من الشفر وافضل من الزاجل بالنسبه لي. يعني نتيجة تضريب البلجيكي على الزاجل، الشفر على الزاجل، طلعوا البلجيكي. أنا بالنسبة لي البلجيكي كمطار أفضل من الزاجل وأفضل من الشفر. كسب ميزات. كسب ميزات، يعني عدلوا الجينات الوراثية بحيث أنهم أخذوا ميزات. الشغشلي الأزرق يا شباب كل ما فتح لونه كان لبني أجمل وأرقى، وكل ما كان حبك وفي سواد غالب اللون أفضل وأرقى. الاسود كل ما زاد سواده اجمل، طبعا هذا الشيء ما بنقدر نختلف عليه. بتصفي عندنا شغله الخد، كل الشغاش بيشتركن بشغله الخد. كل ما الخد كان ساحل اكثر وقرفيلته طابشه على عيونه اكثر، بكون الطير ميزاته اجمل المستحضره. هسه بنحكي عن الشغشلي بالوقت الحالي كجماليه بكون ارتب واحلى. الشغشلي لما يكون مقرفل وخده ايش؟ ساحل. العين البيضة دخلت على الشغشلي حسنت من منظره كطير زينة، صار منظره بجنن. اخوان اعطيني رايك بالشغشلي، اعطيني رايك بالشغشلي، واكتب لي كم شغشلي عندك بالحمام، وشو الالوان المميزة من الشغاشلي بالنسبة لك. انا اتوقع 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 انه الاحمر رح يكون الاميز. انت ايش تتوقع بقصي؟ والله في الاسود والازرق. الاسود والازرق الاسود طبعاً. ملك الالوان طبعا يا شباب، كانه هذا العوام ال 24. رد علي يا هاد. احمد صالح مين؟ هو. الو. طبعا يا شباب الو. الشغشلي سبعه خد قرفيله سرويله ملونه، سرويله فيها الوان
يعني بيختلط اللون الابيض مع اللون الاصلي تبع الطير. الدينار فيه غلط وعيب، الحمار في الحبك بالنسبه للازرق عيب. جمليه الشغشلي بتكون اركز وارقى لما تكون انت بتعرف كيف تتصرف بالطير. انت بتزب، اكتب لي كم شغشلي عندك وش اللون المميز، وبنترككم بامان الله. لا تنسوني يا شباب، كم شغشلي عندك وش اللون المميز، والله يسعد مساكم ودمتم بود ودمتم بخير. ونترككم بامان الله، وكلمه الوداع مع اخوي شباب. بدنا فزعتكم للالف، بدنا فزعتكم للالف، بدنا فزعه الشباب ودعمكم. بدنا نصل الف الاسبوع حاضر، وبدنا نشوف بنقدر نوصل للالف ولا ما بنقدر نوصل للالف. وشكرا لكل بني ادم دعمنا وساعد معنا برفع القناه، وشكرا لكل انسان تبعنا. واذا شفت محتوانا مفيد اشترك معنا بالقناه، وشفت المحتوى مش عاجبه اعطينا اقتراحات لمحتوى جديد. وشكرا لكم جميعا يا اخواني ويا اصدقائي، وتصبحوا على الف خير.